السلام عليكم، معكم محمود من مدينة كازان من تاترستان، وفي ظهري مدينة كفو اللي في حلقة 7 قلت لكم ان في بيني وبينها ذكريات عظيمة جدا. المدينة دي لها على قد ما في ذكريات بيني وبينها، لكن هي للأسف ما بتوحشنيش زي ما قلت برضو في حلقة 7، لان الحياة او يعني مروري على كازان متردد او تردده عالي جدا، يعني ممكن بكون في كازان يمكن مرتين في الشهر بهذا المعدل تقريبا يعني. وهذا المعدل العالي بيخليها ما توحشنيش، لان هي على طول على بالي المدينه واهلها وناسها الحلوين، الناس اللي اعرفهم اصحابي ومعارفي، والناس اللي سابت كازان ومشيت وعايشه في بلد تانية او رجعوا بلادهم ولسه على اتصال بيفكروني باستمرار بالمدينه، فهي ما بعدتش عني عشان ابعد عنها. ودينا اهو مره من مئات المرات اللي جيتها كازان، ادينا اهو في المدينه تاني. نلقي نظرة على الميدان، يمكن يتغير، يمكن ما يبقاش زي الأول، أو للذكرى ناخد لقطة، خد فكرة واشتري بكرة. الميدان على حطة إيدك، بس بيتنظف باستمرار، بيتطور، لكن في حاجات عمرها ما هتتطور، زي البتاع ده كده اللي مكتوب عليه بوكس الكهرباء ده، البتاع هيفضل طول عمره وسخ كده أعتقد يعني، والاتوبيسات الحمراء دي هتفضل حمراء اعتقد، ربما تتغير بس هتفضل حمراء، يمكن احمر داكن اكتر، يمكن احمر فائع، يمكن يغيروا لونها يخلوها مثلا احمر مخطط بالطول او بالعرض او كروهات براحتهم. بس حتى الان بقالنا اهو ايه داخلين على 18 19 سنه وهو اللون ده. مهم جدا ان انا اقول لك معلومه النهارده، ما سيبكش كده، غير ان انا وريتك المدينة والميدان الرئيسي بتاعها والفندق الاقدم في ميدانها فندق تاترستان، لازم اديك معلومة جنب الكلام ده. المعلومة اللي جنب الكلام ده ايه بقى؟ اسمعني كويس وفتح ودانك. النقطة الاولى والمعلومة الاولى، انا قلت لك في الحلقات اللي فاتت انك ممكن تلاقي ناس في المدينة هنا مش متدينين خالص وابعد ما يكونوا عن الدين رغم انها جمهورية اسلامية. انا قلت لك على نماذج ما هياش الشكل العام، ما هياش الأغلب، ولكنهم جزء ممكن مش كبير ممكن مش صغير، ولكن هتواجههم، فعشان ما تتصدمش قلت لك عليهم، لكن مش دول الغالبية. هل مفيش ناس عرب محترمين ومتدينين هنا؟ في، بس قليلين. هتشوفهم فين إلا أما تروح الأماكن اللي بيتواجدوا فيها، ممكن يكونوا أكتر بشوية مما أنا بشوفه أو أكتر مما أتخيل، الله أعلم حسب أنت بتتجول فين. أهل البلد نفسهم برضو الناس المحترمين الكويسين هتشوفهم فين إلا إذا رحت الأماكن اللي بيرتدوها، وهم للحق كتير بس مش ظاهرين قدامك، كانين في بيوتهم حتى في الصيف شتاء في أي وقت. لازم تتعرف عليهم، لازم تندمج في المجتمع عشان تطلع الحلو والطيب من الخبيث، عشان تصطفي ده من ده. دي كانت الحقيقة الأولى. الحقيقة الثانية، العرب في هذه المنطقة ليسوا ندرة، ليسوا عنصر شاذ، ولكنهم موجودين كتير ومن زمان وليهم اختلاط وليهم شغل كتير هنا، زي يعني ممكن نقول اتراك اكتر شويه واقدم مننا هنا، ولكن العرب موجودين. فما تتكسفش انك انت تطلب اي طلب، ما تتكسفش ان انت مثلا عايز خدت دكتوراه وعايز تدرس في الجامعه ولو انا عايز ادرس في الجامعه، ما تتكسفش، ما تقولش لا ده انا اجنبي، ده انا مش عارف ايه، لا اصل احنا عرب، لا لا لا، احنا هنا مش جداد عليهم، احنا كعرب اندمجنا ومعروفين من فترة طويلة، وفي ناس بالفعل متدرس هنا عرب، سواء على مستوى تدريس او مدرس مساعد او على مستوى معيدين، فاحنا موجودين من زمان ومفيش مشكلة، ما تتكسفش وما تخجلش. وحتى في الزواج ما ناس كتيرة متجوزين من هنا، سواء من روسيات او من تتريات، لا يعني البلد دي ثقة امان يعني بالنسبة لك. دي تاني حقيقة او تاني معلومة حابب اقولها لك النهاردة. المعلومة الثالثة، الحجاب هنا حاجة عادية جدا وطبيعية وموجودين، يمكن مش كتير قوي ولكن حاجة محترمة تحترم. عموما في روسيا ما فيش توقيف لواحدة محجبة ويقول لك إذا انت لابسة كده ليه، ولا منقبة لابسة كده ليه. المنقبة ممكن يبقى فيها بعض المشاكل في بعض المدن انا عارف، لكن مش هنا. هنا الدنيا فيها حريات وبيلبسوا اللي هم عايزينه، سواء حجاب او سلبي، ده واحد. اتنين، العرب اللي بيجوا بمراتاتهم هنا ما تقلقش، البسي اللي انت عايزاه، حجابك
لبسك المحترم المحتشم، ما حدش يعترض عليه هنا ولا يشاور عليه بالبنان ولا يقول لك كذا ولا مش كذا. هنا الدنيا مفتوحة زي ما بقول، كل الملابس مسموح بيها، الحجاب حاجة محترمة هنا ومقدرة وناس كتيرة بتلبسها، وفي يعني نقدر نقول ده يعتبر فولكلور كمان. نيجي لنقطة اللغة العربية، انت ممكن تتكلم باللغة العربية في الشارع او مش لازم صوت عالي قوي يعني، بس زي ما انا بتكلم كده باللغة العربية دلوقتي او العربي، فممكن حد في الشارع يوقفني، حصلت معايا قبل كده ومع غيري، ان انت ممكن حد يقولك انت من العرب، انا بتمرن على اللغة العربية وبتعلمها وكده، ممكن نبقى نتكلم من فترة لأخرى، ممكن اتعرف عليك، فهتلاقي ممكن واحدة او واحد مهتم باللغة العربية او طالب في الجامعه او طالبه في الجامعه عايز يتمرن على اللغه العربيه، ولقاك بتتكلم في الشارع فوقفك، رغم ان احنا كتير، بس احيانا الشخص ده ما لقاش حد غيرك، او انت اول حاجه حد يشوفه بيتكلم لغه عربيه او عربي صرف كده قدامه في الشارع، فنوقفه ونتكلم معاه، نحاول نتعرف عليه. هنا جامعه كازانسكي الفيدراليه، ده اللي هناك ده تياتر كمالة، دي طبعا منطقة نقولي الناس اللي تحب تأدخ فيها يحبوا ايه يعني، مثلا يعتبر بارك وليه ممشى هناك على النهر كده ناحية الشمال وناحية اليمين كمان، عاملين فيها زي كورنيش الناس بتمشى عليه، ومنطقة جميلة جدا، ممكن اصورها لكم عن قرب دلوقتي سريعا عشان بس معايا الوقت قليل، احاول بسرعه اصور لكم المنظر من النهر ونرجع تاني نكمل مشوار. تلك هو منظر بانورامي سريع كده، نكمل طريقنا بقى. مفيش شكرا. في رحلة تقريبا مدرسية، والست دي الجايد او المرشدة بتاعتهم بتتكلم كلام مفيد بشكل محترم جدا يعني، او طريقة القائها بتشد الناس اللي بتفرج عليها، ففعلا من الحاجات اللي فعلا ممكن تكون ظريفة هنا في البلد دي او من الوظائف الحلوة هي التور جيد، انك انت تبقى تور جايد او انت تبقى مرشد وتعرف تتكلم كويس كده، مش لازم يعني، ما هو الناس كلها روس في بعض ومع ذلك مش كلهم بالكفاءة دي، هو المهم ان انت بتتكلم روسي ازاي، طريقة القائك، بتجذب الناس ازاي ليك، بتطرح الموضوع في شكل اسئلة، في شكل استعجاب، وفي شكل قصة، فبتحكي لهم تاريخ المكان وتاريخ المسرح ده، فبشكل ظريف جدا يعني. المهم كده الحلقة خلصت، ويا رب اكون فدتكم بكم المعلومة بالكم معلومة اللي قلتها لكم النهار، وقبل الهوا ما يشت أشوفكم على خير في حفظ الله، السلام عليكم.